أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صليت الفجر اليوم في جماعة، فلما قام الإمام من السجدة الأولى في الركعة الثانية قمت معه، فلما سجد السجدة الثانية لم أسجد معه لأني نمت، فما شعرت بنفسي إلا والإمام يسلم، فماذا علي؟ الواجب عليك أنك سجدت وآتيت بالتشهد الأخير وسلمت ولو بعد الإمام، لا بأس بذلك. أنك لما استيقظت سجدت السجدة الثانية وآتيت بالتشهد الأخير وسلمت وصلاتك صحيحة والحمد لله. أما إن كان أنك ما فعلت هذا فأنت تعيد الصلاة. نعم.